انه في اشياء كثيره جدا بديهيات ما بتقدر تقول القصه دي ماشيه دي تسويه. خلينا نيجي نقول القوه اللي ضد القصه دي اللي هي طيف واسع من القوه، قلنا في كتل سياسيه او جهات سياسيه او جهات سياسيه وعددناها. انت الان ضفت لي برضو الحركات المسلحه، الحزب الشيوعي، حزب البحث، دي مجموعه، لجان المقاومه، دي مجموعه، التيار الوطني، المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي. طار شعبي لكن ما في جناح منه قاعد في وهي التسويه. مشكله التسويه دي نفسها اللي بيقولوها دي، بدل تلم قسمت الناس اللي كانوا موحدين قسمتهم. قسمت الحزب الاتحادي الديمقراطي شال جزء يعني منه بسيط. اشبه بالطاعون، دي ما تسويه، دي طاعون سياسي. يعني حتى الناس اللي كانوا موجودين موحدين قسمتهم. يعني قحط بعد ما كانت اربع احزاب اساسيه نزلت لثلاثه. نزلت والحزب الاتحادي حتى الاشقاء فيه غشيتهم غاشية هذا الطاعون السياسي قسمته، المؤتمر الشعبي غشيته غاشية هذا الطاعون السياسي وقسمته. ولأنه أي أصابع أجنبية بتمتد بتعمل كده، ما هي ما هو أنا قلت لك قبيل أطماع المجتمع الدولي ده ما بتتحقق إلا إذا عملت إزاحة للكبرياء الوطني، إلا إذا عملت إزاحة للضمير، وده اللي حصل لسه الآن. طيب في قوة فئوية القضاء رفعوا مذكرة، نحن ضد القصة دي، ضدها ولا حنقبل بها. طيب هم اتكلموا طبعا عن القضاة، رفع مذكرة انه في تسييس للعدالة يتم بموجب الاتفاق الاطاري، بيقول انهم حيعينوا القضاة بموجب التأسيس اللي اتعمل للوثيقة الدستورية اللي بيقولوها دي، اللي وثيقة الاتفاق الاطاري، لا مش وثيقة دستورية، اللي هي دي اخذت صلاحيات ذات تعمل زي الشخص اللي كان بيتكلم قبل شوية ده. طيب في قوة مناطقية الليلة التريك قال نحن القصة دي حنكفلها، ما حنخلي رئيس وزراء يخش، تنسيقية الشرق مبارك النور صرح بهذا الامر، ما حنخش خلي رئيس وزراء. طيب تسوية كيف يا اخوان؟ إذا بيتكلم مجنون، إذا الشرق زعلان والشمال زعلان وغريب زعلان والوسط فيه مشاكل، طيب تسوية كيف عشان تحل جياته مشاكل؟ طيب أوريك أخطر، الصورة دي ما شايف البرهان حميتي؟ حنجيب بعد شوية. أخطر من كده هو لك نحن مسيرين، الناس بيقول ماشي مربطينه أريكة عامية، يقول خدت يدي في كتف السفير السعودي وماشي ما عنده إرادة، زول ما عنده إرادة، قال لك ما عندنا إرادة، لكن بيقول لك إحنا كده قاعدين نفتح المجتمع الدولي، قالوا ما عارفين محميتي ذاته في دارفور قال التسويه دي احنا مع الداير داير والما داير ما داير. حميتي طبعا في طور التشكل كديكتاتور صغير قادم، اي زول يتكلم في اتفاق السلام لا، اي زول يتكلم في التسويه السياسيه لا، اي زول اسلامي يخش الاداره الاهليه لا. طبعا اسوء شيء انك انت بعد 2019 عندك وعود وتمنيات ديمقراطيه وفي النهايه ده الناتج، في النهايه بتخلي لك في نماذج بتاع ديكتاتور جديد ما قادر يطيق حتى الخلاف، ما قادر يطيق حتى الاختلاف. ده رافض زول يتكلم في اتفاق السلام، ورافض زول من الاسلاميين يخش الاداره الاهليه مع انه هو جاب الاداره الاهليه بصمه او جاب لي افراد من الاداره الاهليه بصمه. طيب الحركات المسلحه ضد الاتفاق ده، الاخطر من الكلام ده كله انك انت تقول في تسويه سياسيه، تقوم بموجب مدخل هذه التسويه السياسيه تنقل الاطماع، تنقل الصراعات الاقليميه لداخل الجغرافيا بتاعتك. يمكن شفنا بداية الحرب الكلامية بين السفير المصري والسفير السعودي، السفير المصري بيتكلم عن انه نحن كمصر ما بنسمح بانه يعني ارادة السودان تسحق او تبات او تلغى، لانه ده بيهدد الامن المصري، ما ده دي ده منطقة الجوار كده. هنا الليلة واحد من السفراء اللي كانوا بيتكلموا السفير السعودي قال اي جهة بتحاول تعطل الاتفاق ده نحن هنتصدى لها. بداية الحرب الاقليمية في الفضاء السياسي السوداني، وده أكبر وأسوأ مؤشر في هذه الجريمة اللي حتحصل، أسوأ مؤشر ممكن يحصل. يعني خليت لجنة التمكين مع محمد الفكي اثنين بيجريش ده كله ما مشكلة، وهي اليمن دي حرقت كيف؟ اليمن حرقت لأنه الأصابع الإقليمية بدأت تدير الخلاف الداخلي، بدأت تديره لمصلحتها، يعني ما خلت الخلاف اليمني الداخلي ده يمشي بمساراته الطبيعية، ولا خلت الخلاف العراقي الداخلي ده يمشي بمساراته الطبيعية، ولا الخلاف السوري، ولا والآن الدور على المصير السياسي السوداني، لأنه الآن أنت أول ما تبتدي الإرادة الإقليمية دي تحل محل الإرادة المحلية في النهاية حتصطرع. هم مش المصالح المصرية السعودية، لا، حتى المجموعة بتاعت الأربعة دي ذاتها، حتى مجموعة الأربعة مع ترويكا، حتى دي ذاتهم. بعد شوية المصالح الفرنسية بتختلف مع المصالح البريطانية، لأن نظرة البريطانيين بتختلف عن نظرة الفرنسيين في مصير دارفور مثلا، نظرة الإماراتيين ونظرة السعوديين لميناء بورسودان بتختلف عن بعضهم البعض، وبالتالي هذه الخلافات الخارجية ستنعكس على شق الأطراف الداخلية وأحداث فرقة وتلغي العملية السياسية. لا، حتلغي العملية السياسية الداخلية، بعد شوية حيكون عندنا رئيس وزراء قاعد في جدة،
ما قدروا يخشوا السودان.